واحد بيقول انا ليا شخص صديقي توفي في حادثة، ونحن نعلم او نقول ان كل واحد له عمر، هل عمره كان بنهاية الحادثة ام بسبب الحادثة؟ كان بسبب الحادثة وكان بنهاية الحادثة، هما الاثنين مع بعض. وهل لكل شخص عمر محدد وسبب الوفاة محدد من قبل الولادة؟ طبعا ربنا يعرف كل شيء قبل ان يكون، فيعرف كل انسان هيعيش قد ايه وهيموت امتى وباي سبب، لكن ربنا لا يدفع الا سبب معين. يعني السواق دهس واحد، جايز غلطة من السواق، ربنا ما قالش للسواق اغلط، لكن ربنا عارف ان في سواق هيغلط ويموت الشخص. سبب معرفة الله شيء وإرادة الله شيء آخر.